فيضانات وعواصف وحرائق تجتاح الأرض بعنف غير مسبوق، 30 شخصاً فاعداد المفقودين، و80 حالة وفاة ودمار، 40 منزلاً جنوب غرب الصين بسبب الفيضانات، وموجة حارة تشعل 48 حريقاً في اليونان وتجبر الحكومة على إغلاق الأماكن السياحية. والفوضى تعم العديد من الدول بسبب تلك الكوارث المدمرة، وتسببت تلك الأحداث في إحداث أضرار مهولة على مستوى البلاد، وتسببت في حدوث كوارث مدمرة جداً. ويتوقع أن ترتفع حدة تلك الأحداث في السنوات المقبلة، ويجب على العالم أن يستعد لما هو آت. في سياق تلك التداعيات، في الآونة الأخيرة شهدت العديد من المناطق حول العالم وقوع فيضانات مدمرة، وكان من بينها الصين. أعلنت السلطات في مقاطعة سيتشوان الواقعة في جنوب غرب الصين أن أكثر من 30 شخصاً في عداد المفقودين بعد أن ضربت فيضانات مفاجئة قرية شينهوا في المقاطعة يوم السبت. وفقاً لوكالة الأنباء الصينية شينخوا، تسببت الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في تدمير أكثر من 40 منزلاً في القرية الواقعة بمحافظة هانيوان بمدينة يائان. كما أفاد مكتب إدارة الطوارئ بالمحافظة أن هذه الكارثة تسببت أيضاً في تعطل الطرق والجسور والاتصالات في المنطقة. وسط هذه الأحداث المأساوية، هناك توقعات بمزيد من هطول الأمطار حتى يوم الأحد القادم. وفي منطقة أخرى، أصدرت مدينة شينيانغ الواقعة في شمال شرق الصين بإقليم لياونينغ تحذيراً من المستوى الأحمر لهطول أمطار غزيرة، وهو أعلى مستوى في نظام التحذير المكون من 4 مستويات. كما تعرضت مساحات واسعة من شمال الصين ووسطها لأمطار غزيرة منذ يوم الثلاثاء، مما تسبب في فيضانات وأضرار مادية جسيمة. في مقاطعة شينشي أسفرت الأمطار الغزيرة عن مقتل 5 أشخاص وفقدان 8 آخرين في منطقة باوجي التي تقطنها حوالي 3 مليون نسمة، وفقاً للحصيلة التي أوردتها وكالة شينخوا يوم الجمعة. يعزى هذا النمط المتطرف من الظروف الجوية في الصين هذا الصيف إلى تأثير التغير المناخي المتفاقم بسبب ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. هذا التغير المناخي يجعل هذا النوع من الطقس القاسي أكثر تكراراً وحدة، مما يلقي بظلال قاتمة على مستقبل المناطق المتضررة. بشكل عام، تظهر هذه الأحداث المأساوية في الصين مدى الحاجة الماسة للاستجابة العاجلة والفعالة لتحديات التغير المناخي على المستوى العالمي. في دولة الهند، شهدت شبه جزيرة الهند كارثة طبيعية خطيرة بسبب الفيضانات الكارثية. هذه الفيضانات الواسعة النطاق والانهيارات الأرضية تسببت في تشريد ما يزيد عن 2 مليون شخص في المنطقة. لقد أودت هذه الكارثة بحياة 30 شخصاً على الأقل حتى الآن. ولاية آسام، وهي أكبر ولاية في المنطقة، كانت الأكثر تضرراً، حيث تم تسجيل 46 حالة وفاة منذ بداية موسم الرياح الموسمية في يونيو الماضي، وتضرر ما يزيد عن 1.25 مليون شخص في هذه الولاية وحدها. المياه الجارفة شردت أكثر من 25,000 شخص، ممن اضطروا للجوء إلى ملاجئ مؤقتة في المدارس والملاعب وغيرها من المباني الحكومية. لقد فقدوا منازلهم وماشيتهم وحصاد محاصيلهم. علاوة على ذلك، تم تسجيل 10 حالات وفاة إضافية على الأقل في ولايات سيكيم وناغالاند ومانيبور، أغلبها بسبب الغرق وانهيار المنازل والانهيارات الأرضية. وتتوقع أجهزة الأرصاد الجوية هطول مزيد من الأمطار على المنطقة خلال اليومين المقبلين، مما قد يؤدي إلى المزيد من الفيضانات والدمار. هذه الكارثة الطبيعية التي ضربت شمال شرق الهند ترك آثاراً مدمرة على السكان المحليين، ويعكف المسؤولون حالياً على بذل جهود إغاثة كبيرة لمساعدة الناجين وإعادة إعمار المناطق المتضررة. هذه الكارثة الطبيعية الخطيرة تحتاج إلى استجابة سريعة وتنسيق جهود كبير للتخفيف من آثارها المدمرة على السكان المتضررين. في البرازيل، شهدت العديد من الولايات في البلاد فيضانات هائلة أدت إلى خسائر فادحة خلال الأسبوع الماضي. طبقاً للتقارير، لقي 30 شخصاً على الأقل حتفهم جراء هذه الفيضانات، بينما لا يزال 80 أشخاص في عداد المفقودين وفقاً لتصريحات السلطات المحلية في الولاية. كما أجبرت الفيضانات أكثر من 70,000 شخص على النزوح عن منازلهم بسبب الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة. وقد لجأ قرابة 16,000 شخص إلى ملاجئ مؤقتة مثل المدارس بحثاً عن الحماية والأمان.
في إطار الجهود المبذولة للتعامل مع هذه الكارثة، قام الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بزيارة ثانية إلى مدينة ريو غراندي دو سول يوم الأحد برفقة العديد من كبار المسؤولين في الحكومة. وقد شملت هذه الزيارة تفقد آثار الفيضانات في منطقة بورتو أليغري التي تعرضت للغمر بالمياه وتقديم الدعم والمساندة للمتضررين. هذه الفيضانات أحدثت دماراً شاملاً في الولاية، حيث شهدت انهيارات أرضية مدمرة وانجرافات للطرق وانهيارات للجسور في جميع أنحاء المنطقة. وتكبدت الشركات المزودة للكهرباء والاتصالات خسائر جسيمة، بالإضافة إلى تأثر أكثر من 800 ألف شخص بانقطاع إمدادات المياه. فيضانات هائلة تجتاح غرب فرنسا في تطور خطير. أعلنت السلطات الفرنسية عن إخلاء 30 منزلاً في قرية كرن الواقعة شمال غرب البلاد. هذه الخطوة جاءت بعد فيضانات واسعة النطاق ناجمة عن ارتفاع مستوى المياه في نهر أودون. وفقاً لتقرير من قناة يورونيوز، يعزى ارتفاع منسوب المياه في نهر أودون إلى هطول أمطار غزيرة في المنطقة خلال الأيام الماضية. هذه الأمطار الغزيرة أدت إلى تدفق كميات هائلة من المياه فوق ضفاف النهر، مما تسبب في غمر المناطق المجاورة بالفيضانات. ويبدو أن الأزمة لم تنتهي بعد، فقد حذرت أجهزة الأرصاد الجوية من هطول المزيد من الأمطار في المنطقة خلال الأيام المقبلة. هذا يثير قلقاً كبيراً بشأن تفاقم الوضع والمزيد من الأضرار المتوقعة. إن إخلاء 30 منزل يعكس خطورة الموقف وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السكان والممتلكات. ويتعين على السلطات المحلية والوطنية التنسيق بشكل وثيق للتعامل مع هذه الأزمة الطبيعية المتفاقمة والتخفيف من آثارها السلبية.